الله معكم وأهلا وسهلا فيكم. معكم ماريزا فرنجية المسؤولة عن سيدر أوف لبنان فيرتيليتي كير سنتر. أنا بعلم نساء وأزواج وصبايا يفهموا جسمهم أكثر، يستعملوا هالشي لحتى يعتنوا بصحتهم النسائية، وللأزواج يستعملوه لحتى يبنوا عائلتهم، سواء كان بدهم يحبلوا أو بدهم يتجنبوا الحبل. السنين بعمل هالشغل وعم شوف قديش هالشغل عم بيثمر، وأملي كبير إن نقدر نوصله أكثر للدول العربية، خاصة لوطني لبنان. تعبتي من وصفة حبوب منع الحمل لكل مشكلة بتعاني منها؟ هل عم بتعانوا من مشكلة عقم؟ هل عندك مشاكل نسائية عم بتعاني منها ومش عم بتلاقي لها حل مزبوط؟ مثل هالعوارض اللي بتحس فيها كثير من النساء قبل العادة الشهرية، أو الترويح المتكرر، أو العقم وغيرهم من المشاكل النسائية؟ عم بتنبشوا على طرق طبيعية لتنظيم الحمل بدون ما تستعملوا الهرمونات؟ طريقة تقوي زواجكم كمان؟ أنتوا بالمحل المزبوط، سيدر أوف لبنان فيرتيليتي كير سنتر هوني لخدمتكم. انتو كأزواج بحق لكم تاخدوا القرار اللي بيناسب لتنظيم الحمل وتكونوا فاهمين أبعاده وتأثيره على زواجكم وعلى صحتكم. كتير مهم انه كل الأزواج يعرفوا انه في وسائل طبيعية لتنظيم الحمل، مش ضروري الالتجاء للوسائل الاصطناعية لمنع الحمل مثل حبوب منع الحمل أو الواقي أو غيرها من الوسائل المتوفرة اليوم. إذا الأزواج عم بيعانوا من مشكلة عقم، الكريتن موديل فيرتيليتي كير سيستم مع النابو تكنولوجي بيقدر يساعد الأزواج يحلوا المشكل لحتى إذا ربنا راد يصير في حبل طبيعي، وما في لزوم إنه الأزواج يلجأوا لتقنيات الإنجاب الاصطناعي المتوفرة اليوم مثل طفل الأنبوب. ومن خلال هيدي التقنية الجديدة النابو تكنولوجي اللي هي ناتشورال بروكرياتيف تكنولوجي، كمان فيها المرأة تعتني بصحتها النسائية وتعالج مشاكل نسائية عندها إياها، مثل هالعوارض اللي بتحس فيها الصبية والمرأة قبل ما تبلش العادة الشهرية، أو اليأس اللي بتحس فيه المرأة بعد ما تولد، وغيرها من المشاكل النسائية. وانت كمرأة بحقلك تكوني ناشطة بالاعتناء بصحتك النسائية. تفقدوا الويب سايت اللي هو هلأ باللغة الإنجليزية وتواصلوا معي لحد رقلكم كيف فيكن تتعلموا هالسيستم اللي حيكون كتير فعال ليساعدكن تعتنوا بصحتكن النسائية وتنظموا عائلتكم. تابعونا على الفيسبوك، تويتر، انستغرام، تيك توك واليوتيوب تشانل، وما تنسوا لايك، سبسكرايب وفولو لحتى تعرفوا آخر المستجدات.